نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك. الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى لهذه المطالب، ومنها ولا بالتعرض لخلاف محبتك. إلهي لا تبتليني، لا تختبرني، لا تمتحني، معنون التأكيد والثلاثية المزيد اللي يزيد في المعنى، زيادة المبنى زيادة في المعنى، أيضا تأكيد آخر. لا تبتليني، لا تختبرني، لا أبتلى ببلاء يوجب ذلك البلاء لي هذا الأمر. هذا الأمر ما هو؟ ولا بالتعرض لخلاف محبتك. أتعرض إلهي لخلاف محبتك؟ في نفس هذه الكلمات الثلاث، بالتعرض لخلاف محبتك، مطالب كثيرة. يعني الإنسان إذا شوي يتأمل يتعمق يجد مطالب كثيرة في هذا المجال. لاحظوا هذا كإشارة، أقول أنتو أهل العلم أهل الفاضل تلاحظون بعدين، الحروف في اللغة العربية غالبا لها معاني. لاحظوا ولا بالتعرض، هذه باء لخلاف، هنا لام، مو بالتعرض بخلاف، اثنينات مباء، مو للتعرض لخلافه، اثنينات مولام، مو بالعكس للتعرض بخلافه، وإنما بالتعرض لخلافه. الباء له جهة هنا واللام له جهة، يعني لو غيرنا هذا التعبير، يعني قلنا ولا للتعرض بخلافه، يكون نقص بلاغي ونقص معنوي.
أو قلنا للتعرض لخلافه. أنا كإشارة أقول الباء للتعدية واللام للملك. سمو هنا مجال فتح هذا البحث. التعرض شنو؟ خلاف شنو؟ محبة الله شنو؟ يعني نحن تبعا للإمام عليه الصلاة والسلام ندعو الله تعالى بهذه الجملة بهذه الكلمات الثلاث. إلهي لا تختبرنا، لا تمتحننا فد امتحان اللي نتيجة هذا الامتحان تكون نتعرض لخلاف محبتك. التعرض التصدي. في ليلة النصف من شعبان لعل بعضكم وفق لقراءة هذا الدعاء: إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون. في الدعاء هذا في هذا الليل مو هذه الليلة، هذا هم إلها نكتة في محلها. يعني الليل مؤنث 7 ليال و8 أيام، يوم مذكر وليل مؤنث. في هذا الدعاء: إلهي تعرض لك في هذا الليل. تعرض يعني التصدي، يعني إلهي في هذا الليل الذين يتصدون يطلبون يردون شيء جايين ببابك. إلهي تعرض في اللغة إذا تراجعون يعني التصدي، والتصدي يختلف معناه بما تعلق به. في بعض الأدعية أكو أيضا: وتجنبني تعرض السلاطين. هذا من ذاك الجانب، يعني إلهي جنبني، خلي أكون بعيد في جانب، مو في هذا الخط، مو في خط تعرض السلاطين. الإنسان اللي يتعرض للسلطان هذا ما يشوف إلا الشر عادة. اللي يتعرض للأنبياء للأولياء هذا ما يشوف إلا الخير. التعرض التصدي. الأنبياء والأولياء شيمتهم العفو حتى بالنسبة للشخص الذي ظهرت منه العداوات. رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الشخص الذي المشرك الذي وقف على رأس رسول الله مجردا سيفه قال: من ينقذك مني؟ بالنتيجة رسول الله عفى عنه وأراد بكل إصرار قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أهل مكة عفى عنهم بعد 20 سنة من المضايقات. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه عن رؤساء الحرب في الجمل عفى عنهم بعد أن سيطر عليهم وتمكن منهم. أما السلاطين مو هالشكل. سلاطين إذا يشكون في واحد يعدموه يقتلوه. يقولون ليش نظل يظل بالنا في هذا الأمر؟ أنا جديدا شفت في بعض الجرائد عن بلد إسلامي معروف أنه مسؤول السجون كاتب يقول في هذا البلد كل دقيقة يدخل السجن واحد.
سلاطين هالشكل، أما الله وأولياء لا مو هالشكل. اللي يتعرض لهم بسوء هم يشوف شر، فكيف بالذي يتعرض لهم بطلب بسؤال بدعاء؟ تعرض التصدي لخلاف محبتك، خلاف أكو أتو قارين بالكتب العلمية، خلاف أكو، ضد أكو، نقيض أكو، ثلاثة أهم كلمات عربية. ليش الإمام عليه الصلاة والسلام في دعائه سؤال ما يسأل ولا بالتعرض للضد محبتك أو بالتعرض للنقيض محبتك؟ هذا خلاف. هنا هاي الكلمة لها أهميتها. لاحظوا يقولون أن الضد أمر وجودي والنقيض أمر عدمي والخلاف أمر وجودي. أنا فد مثال أذكر لكم. الحلاوة ضدها شنو؟ الحموضة. حموضة أمر وجودي، يعني إذا قلتوا هذا حلو واحد قال لا مو حلو حامض، الكلامان ضدان هذا، لأن الحلاوة شيء وجودي والحموضة شيء وجودي. إذا فد واحد قال هذا حلو ثاني قال مو حلو هذا، هذا النقيض. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا. إذا مو من قسم الضدين الذين لا ثالث لهم. يعني واحد يقول هذا حامض، الثاني يقول هذا حلو، الثالث يقول لا حامض لا حلو. ممكن؟ نعم. يكون مر، يكون تافه، مألأ، لا حلاوة ولا حموضة، لا مرور. أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إذا واحد قال هذا حلو الثاني قال هذا مو حلو، هذا ما يمكن فد شخص ثالث يجي يقول هذا لا حلو ولا مو حلو، ما يصير. يو حلو يو مو حلو، ما يصير لا حلو ولا مو حلو، لأن حتى إذا تافه ما إلى طعم هذا مو حلو، حلو مو حلو. النقيضان لا يجتمعان مثل الضدين اللي لا يجتمعان، والنقيضان لا يرتفعان دائما في كل المصادق، أما الضدان فقد يرتفعان. نجي إلى خلاف. خلاف يقولون الخلافان يجتمع كل منهما مع ضد الآخر ومع نقيض الآخر. يعني شنو؟ هذا يقول حلو، ضده حامض، نقيضه مو حلو، خلافه شنو؟ خلافه يقول هذا أبيض، الأبيض يجتمع مع الحلاوة ويجتمع مع نقيض الحلاوة ويجتمع مع ضد الحلاوة. ممكن الخلافان بينهما عموم من وجه، قد يجتمعان قد يرتفعان، قد يجتمع كل مع ضد الآخر، هذا خلاف يسمى. الإمام عليه السلام ما يسأل الله إلهي لا تختبرني لا تمتحني
بضد محبتك. هذا خوف كلش مو زين. وما يدعو لا تبتليني بنقيض محبتك. نقيض محبتك يعني ما يحب الله، ما يحب الشيء اللي الله يحبه. ضد محبتك، ضد المحبة عداوة، عداوة الله والعياذ بالله، أو عداوة الشيء اللي يحبه الله. هذا كلش بعيد. لا إلهي، حتى الشيء اللي بينه وبين محبتك خلاف، يعني قد لا يجتمعان، ممكن أن لا يجتمعان. إلهي ذاك هم لتختبرني به، يعني لا تختبرني بشيء يمكن أحيانا يؤدي إلى ما لا تحب أنت. هذا الخلاف. ولا لخلاف محبتك. في إحدى زيارات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأشياء تعرف بأمثالها ونظائرها تتضح أكثر. يعني كل كلمة، كل جملة، كل الأدعية هكذا، أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلها هالشكل، وهي واحدة منها. في إحدى زيارات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام للشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه من لا يحضره الفقيه، يقول أنا ذكرت هذه الزيارة في كتابي هذا، من زيارات الكثيرة للإمام الحسين، يقول بس هاي الزيارة أنا أنقلها لأنها أصح زياراته رواية. في هذه الزيارة بعد السلام على الحسين عليه الصلاة والسلام وبعد السلام على علي بن الحسين عليه السلام، الكلمة في الزيارة تختلف. ليش الاختلاف؟ هذا سببه، هاي النكتة المهمة. بالنسبة للحسين عليه السلام، أكون لعن الله من خالفك. بالنسبة لعلي بن الحسين، على شدة عظمة علي بن الحسين الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه، على ارتفاع مقامه صلوات الله عليه، ما أكون لعن الله من خالفك، لعن الله من قتلك. ليش؟ لأن الإمام الحسين معصوم، كل مخالفة حتى ولو في 1%، حتى لو 1 بالألف، حتى لو 1 بالمليون، على الإصطلاح العلمي بالعموم من وجه، يكون اللي ينطبق على الموافقة أحيانا وينطبق على النقيض والضد أحيانا، كل مخالفة للإمام المعصوم عصمة، يعني مخالفة الله. أما علي بن الحسين صلوات الله عليه مو إمام معصوم، على ارتفاع مقامه، على ارتفاع مقامه. ولذا الإمام الصادق عليه السلام عند زيارة جده الحسين يقول لعن الله من خالفك، ويعيدها 3 مرات. وعند زيارة علي بن الحسين يقول لعن الله من قتلك، ما يقول خالفك. الخلاف هذه نكتة، يعني من نكات السهواية، نكات في كلمات المعصومين اللي أنا وأكبر مني وأفهم مني هم ما يدركه.
علم المقدار الإنسان بمقدار فهمه في هذه العجالة يقول، ولا بالتعرض لخلاف هذا الخلاف. يعني إلهي لا تختبرني عندما نحن عن هذه الجملة من أعماقنا ندعو الله بها. شنو نقول لله؟ شنو نطلب من الله؟ إلهي لا تختبرنا، لا تمتحنا. بالتعرض لخلاف محبتك، حتى هذا وإن كان في نسبة مئوية وألفية ومليونية يلتقي مع ما لا تحب إلهي. هاي بعدين العبارة مو ولا بالتعرض لخلافك. شوفوا هواي فرق أكو، خلاف الله يخلاف محبة الله. جنابك عندك صديق هذا يحبك من الأعماق جدا جدا، أعز أنت أعز عليه من نفسه لنفرض. أما مو معنى هذا كل شيء اللي أنت تحبه هو هم يحبه. هو نعم الشيء اللي أنت تحبه ما يردك، يوافقك عليه، أما الشيء اللي أنت تحبه هم يحبك؟ لا، مو هذا معنى، مو دليل. فد واحد يعني من الممكن يتعرض لخلاف محبتك، أما ما يتعرض لخلافك أنت. إلهي لا تختبرني الشدائد، المشكلات، الويلات، المصائب اللي تتجمع على كل إنسان. دنيا دار بلاء، دار اختبار، دار امتحان. إلهي سهل علي الامتحانات، لا تخليني في امتحانات اللي تؤدي بي، تصل بي، تكون نتيجة تلك الامتحانات أن أتعرض لخلاف شيء خلافهم. يعني هذا تجتمع مع بعض، خلاف شيء أنت ذلك شيء لا تحبه. شوفوا الدعاء إيش قد رفيع، شلون مستوى مرتفع، شلون مستوى عظيم. يعني الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل الله في مقام عصمته، في دائرة العصمة، في المقام الرفيع للعصمة، ونحن كل واحد منا بدورنا في مقامنا. إلهي مو فقط متخلين اختبرنا، امتحنا، ابتلنا، اختبارات، امتحانات يسيرة سهلة، لا تأدي هاي الاختبارات، لا تكون أعصابنا ما تتحملها، نفوسنا ما تتحملها، عقولنا ما تتحملها، حتى تكون النتيجة أن نتعرض لخلاف الشيء اللي أنت تحبه. وهذا شهر رمضان أقبل علينا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله بالبركة والرحمة والمغفرة. كلش خوش مناسبة، الإنسان يربي نفسه من جهة الله، الباب مفتوح على كل عباده، كل واحد منا الله خلقه ويحبه ويحبه. إذا كل دليل ما كان على هذا الشيء إلا قوله تعالى إلا من رحمه
ولذلك خلقهم. يعني الله عندما خلقني خلقني ليرحمني، لذلك تلك القدرة الكاملة، قدرة الله، ذلك العلم الواسع، علم الله اللي هاي الكلمات متحيط متعبر بحقيقة عن صفات الله ومعاني الله سبحانه وتعالى، وإنما في مستوى الألفاظ ومستوانا نحن مستوى البشر. تلك الرحمة الواسعة، تلك الرحمة السابقة اللي لها أولية وأولوية، رحمة الله هم قبل الغضب أولية هم أولوية إلها، سبقت رحمته غضبه أي أولية وهم أولوية. الله سبحانه وتعالى أولى وأولى به أن يرحم من أن لا يرحم، من أن يغضب. شوف بعد شي يصير، حتى هذا الله اللي خلق هذا العبد اللي يرحمه، الرحمة لا تصيبه. من أعاجيب الأحاديث، جدا من أعاجيب الأحاديث حسب ما أنا أفهم ما أعرف، أنا وأنتو والشيطان هوايا نختلف. إحنا مقاييس الله ما نعرفها إلا من خلال القرآن الكريم، من خلال هاي الأدعية، من خلال هاي الروايات، كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الله شنو مقاييس عمله؟ شنو مقاييس رحمته؟ شنو مقاييس غضبه؟ الشيطان هواية مني ومنك أعلم وأفهم بمقاييس. الشيطان ملايين السنوات شايف بعيونه مقاييس الله، شايف أعمال الله. من الممكن احنا نشوف الله يرحم فلان أو يغضب على فلان، ما ندري، مستوانا ضعيف، عقولنا ضعيفة، مستوانا مو رفيع. الشيطان المشكلة اللي عنده تقوى ما عنده، وإلا لو كان للعلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله. إبليس هواي علم عنده، هواي زين يعرف مقاييس الله. في الحديث أكو يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفتح باب رحمته ويرحم عباده، فد رحمة حتى أن إبليس يأمل تصيبه رحمة الله. هذا إبليس اللي يدري أنه مو مستاهل لرحمة الله، يعني توصل رحمة الله، سعة رحمة الله، عمق رحمة الله، نفوذ رحمة الله تصل إلى محل الشيطان يقول بل كتم تصيبني، الله خلقنا ليرحمنا. كنت في شهر رمضان، إذا لا سمح الله الله ما رحم شخص، هذا لازم هواية والعياذ بالله بعيد، فإن الشقي نعوذ بالله. واحد حقيقة يخاف أصلا يقرأ هذا التعبير. وارد هذا التعبير في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث في خطبة رسول الله، يعني إحدى خطب رسول الله قبل شهر رمضان. فإن الشقي، الشقي يعني غير من الأشقياء، ما يسمون أشقياء، مو شقي غيرهم، هذا الشقي نعوذ بالله. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. خلص شهر رمضان، يعني عندما يخلص
في قائمة السعداء ما كان اسمه. ما هذا شوف شنو بعد؟ هذا الشهر نعمة الشهر الإنسان يصنع نفسه ويصنع غيره. الإنسان خلق ليصوم هذا؟ لا، لعلكم تتقون، خلق لهذا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق ليأكل، خلق ليشرب، خلق ليلبس، خلق لينكح، خلق ليملك. لا 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 لا، هاي كلها على الإصطلاح العلمي مقدمات ومقدمات وجود حتى تتحقق رحمة الله بالنسبة إليه، يتحقق غفران الله بالنسبة إليه، تتحقق السعادة بالنسبة إليه، ولا بالتعرض لخلاف محبتك. جنابك تحب شخص لأنه من أقربائك، أو أفرض رجل متقي أو رجل عالم، تريد تسافر وياه سفرة، تريد تسافر وياه تروح وترجع للحاج للزيارة أو لأي مكان، تريد من ترجع هذا يكون راضي عليك، تسأل هذا شنو يحب وشنو يكره. هذا أول لازم تدري، وبعدين تحاول أنه لا تأتي بما يكره وتأتي بما يحب، ولا بالتعرض لخلاف محبتك. منين نعرف الله شنو يحب؟ محبة الله شنو؟ القرآن وأهل البيت، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هاي الأدعية، هاي الزيارات، هاي الروايات عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الله شنو يحب الإنسان يسوي في شهر رمضان؟ أنا إلي 3 اقتراحات للإخوان، وأحاول أوفق أنا أيضا هذه الاقتراحات ثلاثة اقتراحات. الأول، اللي موفقون لهذه الأمور خب الحمد لله، ولكن يمكن المزيد، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. مزيد أكو، مجال أكو. وإذا واحد ما مصمم أو ما كان موفق قبل ذلك يصمم، ولحظة قبل يصمم الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن النية باللحظة يسجلوها، باللحظة يسجلوها. يعني لو أنا وأنت الآن ننوي، الآن يسجلوها لنا، لنخلي بعد ساعة، لنخلي باكر، لنخلي ليلة أول شهر رمضان، لنخلي يوم أول شهر رمضان. الاقتراح الأول، محاسبة النفس كل يوم في هذا الشهر، يعني من المغرب من أول ليلة شهر رمضان إلى المغرب من الليلة الثانية، هل 24 ساعة؟ الإنسان فترة يخلو بنفسه ولو دقائق، يقعد بس يلتزم في كل شهر رمضان ولو دقائق، يحاسب نفسه هل 24 ساعة، يمرر على فكرة شريط ما قاله وفعله أو تركه. ايش قال؟ مش ما ليش فلان مكان ما قال شيء، فلان ما
مكان هالعمل سوى فلان مكان ما سوى هالعمل. الاقتراح الثاني هاي الخطبة المعروفة من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي موجودة في كتاب الوسائل، موجودة في كتاب البحار، موجودة في كتاب الإقبال، في بعض كتب الأدعية أيضا موجودة هذه الخطبة. هاي الخطبة فد مرة نقعد من أولها إلى آخرها بالتأمل نقراها حتى نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله افتتح كلامه بشهر رمضان قد أقبل عليكم. شنو يريد يقول؟ شنو يوجه؟ شنو يرشد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فد مرة الإنسان يقعد من أول إلى الخاي الخطبة إلى آخرها بتأمل ولو تأمل بسيط حتى يستوعب. نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاضر ونحن من أصحابه وخطب ونقعد نستمع نقرأ هاي الخطبة مرة. إذا ما عدنا فرصة مرة واحدة مرات فدي يوم نقعد ربع من الخطبة نتأملها نقرأها، فدي يوم ربع آخر، فدي يوم ربع آخر. الاقتراح الثاني أنه هاي الخطبة نشوفها من أولها إلى آخرها شوف التأمل. الاقتراح الثالث نحاول كل بنود الخطبة ولو لمرة واحدة نطبقها في هذا الشهر. كل بنود الخطبة فد واحد كان يقول من ضمن بنود الخطبة أكو بنود إحنا ما عدنا ومتواجد عدنا. من ضمن بنود الخطبة خطبة إنه اللي سهل على ما ملكت يمينه. ملك اليمين يعني عبد يعني أمة، ما ماكو عبيد وإمام على قول الفقهاء. ليش واحد يحصر الدائرة لملك اليمين؟ العرب في العراق إلى الآن العقد يسموها ملكة، ما يسموها ملكة، وهاي مأخوذة من الروايات، في الروايات همك من الملك، ملك حقوق مو ملك كملك العبد والأمة، أما نوع من الملك. ملكة يمينه يعني زوجته، ملكة يمينه ليش بإطلاق متاخذه يعني أولاده، مو متزوج ما عنده أولاد، عنده إخوان صغار، عنده أصغر منه. حسنا نفرض ملكة يمينه عبيد وإمامك، هسه هذا اللي موضوع ما عنده، أما اللي موضوع عنده الإنسان يحاول ولو لمرة واحدة يطبق هذه الخطبة على نفسه. كل بنود الخطبة في هذا الشهر، في هذا شهر رمضان. هذا الاقتراح الثالث. نأتي إلى محبة الله. الله شنو يحب؟ أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى بعد أصول الدين التزام الواجبات وترك المحرمات. أكو أحب منه؟ الأحكام خمسة: مستحبات، مكروهات، مباحات. هاي الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان باختياره يريد يسوي يريد ما يسوي. المباح سيشرب ماء أو ما يشرب ماء إذا مو صايم. المستحب يقوم يصلي صلاة الليل، يوم يقوم يصلي صلاة الليل، قام صلى صلاة الليل يحصل أجر، ما صلى ما يحصل، يحصل منافعه منافع الصلاة في الدنيا،
ما صلى ما يحصل. المكروه النوم بين الطلوعين مكروه، نام مكروه عليه، ما نام يحصل ثوابه. أما لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض، أهم ما يحب الله أحكامه. المعصومون عليهم الصلاة والسلام 14، 13 منهم إلى الآن صاروا ضحايا لأحكام الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ليش قتل؟ أمير المؤمنين ليش استشهد؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها ليش قتلت؟ الإمام الحسن ليش استشهد؟ الإمام الحسين ليش قتل؟ وبقية الأئمة إلى الإمام الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام، ما منا إلا مسموم أو مقتول. حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير رسول الله من المعصومين عليهم الصلاة والسلام أيضا منقول. فقد صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وهو أيضا يقتل كما في الأحاديث. اليمن قتلوا، قتلوا على أموالهم، كان خصومة بينهم بين واحد على الأراضي، على الأراضي على الفلوس، قتلوا قتلوا من أجل أمور دنيوية، لا قتلوا في سبيل الله لله. لا لله يعني شنو؟ يعني الأحكام الله. وفي الأحاديث المتواترة أكو القرآن والعترة أحدهما أفضل من الآخر، حبلان ممدودان أحدهما أطول من الآخر، تعبيرات مختلفة. وهو القرآن، قرآن يعني أحكام الله، أحكام الله أهمها الواجبات والمحرمات. بالنسبة للواجبات والمحرمات ثلاثة أمور أكو تعلمها، هاي مقياس محبة الله سلبا وإيجابا، ولا بالتعرض لخلاف محبتك. واحد يشخص شنو محبة الله. من الآيات القرآنية الكريمة هذه الآية اللي صدق تقشعر الجلود اللي فهمها فقط خوفا من أن يكون الإنسان والعياذ بالله مصداق، ولو مصداق ضعيف إله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، أفعل التفضيل بأل اللي أقوى أقسام أفعل التفضيل، أفعل التفضيل اسم التفضيل لا يتم إلا بأل أو من أو إضافة، الإضافة تحجم اسم التفضيل يعني في حدود المضاف إليه، ومنهم تحجم اسم التفضيل في حدود متعلق من مدخول من، أما أل بعد ما إلى حدود أقوى أقسام اسم التفضيل. بالأخسرين أعمالا يعني هذول من كل الخاسرين أشد خسارة، هذول من كل الخاسرين أعظم خسارة. فد واحد ما مصلي ويدخل جهنم، فد واحد ظلم عباد الله يدخل جهنم، فد واحد أعرض عن القرآن ويدخل جهنم، فد واحد صلى وصام وحاج وزكى وخمس ويدخل جهنم والعياذ بالله، هذا مو أقصر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، سعي عنده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مو ما عنده سعي، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان يسب علي بن أبي طالب
اللي هو ملاكل، حبه إيمان وبغضه كفر يسب علي بن أبي طالب، ويشهر على علي بن أبي طالب صلوات الله على علي بن أبي طالب، ويشجع الناس على قتل علي بن أبي طالب، وجاء لقتل علي بن أبي طالب. ها قارين بالتاريخ، شايفين في حرب النهروان واحد من أصحاب أمير المؤمنين بالحرب ضرب برمح في صدر واحد من هذول اللي جاي لحرب أمير المؤمنين، ويتمنى لو يطيح بيده يقتل أمير المؤمنين بيده. الرمح صار بصدره، هذا شوية قدم نفسه حتى الرمح أزيد يطب، وقرأ هذه الآية: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا مو أخسرين، سعي عنده، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا قرآن بعد مو رواية، نشوف سندها شنو، كلام الله والعياذ بالله والعياذ بالله. نصير هالشكل، مو احنا بعيدين، مو متبرين. اذا الانسان ما عرف شنو الواجب وشنو الحرام، شلون يقدر يتجنب الحرام ويأتي بالواجب؟ الواجب والحرام مو فقط الصلاة والصوم والخمس والزكاة. انتو اهل العلم، لاحظوا الإنسان يقرأ يطالع يشوف شنو الواجبات شنو المحرمات. هذا لو 50 مرة، لو 150 مرة، لو 5000 مرة الإنسان يذكر نفسه بالواجبات والمحرمات، وبالنتيجة يعرف شنو واجباته وشنو محرماته، يسوى محبة الله في أحكامه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوني يعني شنو؟ يعني أحكام الله. رسول الله يعرف أحكام الله. القرآن بين أيدينا، وكلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام بين أيدينا. هو نحن أهل العلم أولى من غيرنا. أولا واحد يعرف شنو الواجبات والمحرمات، حتى في شهر رمضان لا يسوي فتح حرام ويتصور أنه يحسن صنعه، ويتصور هذا واجب، ويتصور أنه هذا مستحب، يترك فريضة ويتصور أن هذا الترك زين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طبعا هنا لدفع الالتباس أشير إلى أنه إذا واحد يتصور أنه يحسن صنعا، هذا على قسمين، قد يكون قاصر في هذا الحسبان في هذا التصور. بلا شك الله سبحانه وتعالى عادل، القاصر لا يستحق العقاب، بل من الممكن أنه لا يحصل على درجات. أما إذا مقصر ولو في المقدمات، هذا خب معروف تعرفه بعد، ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، حتى لو بوقتها ما يدري هذا حرام أو واجب، ولكن ليش ما يدري واجباته ومحرماته؟ لأنه ما دورهن بمقدار ما كان يمكنه يقدر، ما دورهن، ولذا ما عرف هذا واجب وتركه، ما عرف هذا حرام وفعله. هذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعرف أولا تعلم أحكام الله وفي طليعة أحكام الله الواجبات والمحرمات، هذا واحد. الشيء الثاني العمل بها. إبليس أحسن مني ومنكم مع احترامي لكم جميعا، يعرف أحكام الله، يعرف الواجبات والمحرمات. إحنا لازم ندور بالكتب، نقرأ، نسأل الفقهاء، نبحث حتى نشوف شنو الواجب والحرام. إبليس كلها يعرف،
يعني جنابك لو يتراولك إبليس وتسأل إبليس ويريد ينقل لك كلها يسطرها لك، تقول له شنو واجباتي ومحرماتي كلها يعرفها، وواجباته ومحرمات ماله هو هم يعرفها. أما الشي يفيد؟ واحد يأخذ وصفة الطبيب زين يعرفها وزين يقرأها وما يعمل بها، هذا يصير زين؟ العمل بها على الأقل إنسان هذا في شهر رمضان شوية يتوجه أكثر. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، العلماء مقامهم جدا رفيع ولكن بنفس النسبة مقامهم جدا خطير. تعليم واجبه. إن الله لم يأخذ على الجهال أن يتعلموا إلا بعد أن أخذ على العلماء أن يعلموا. هذا حديث، يعني الله أول إلي وإلكم قال علموا، بعدين قال هالسيدي ذولد يعلمون، تمت عليكم أيها الجهال الحجة، سئلوا منهم تعلموا منهم. تعليم، هذه واجبات، هاي واجبات سر محبة الله هنا. تعلم، أمان، تعليم. إذا محاسبة النفس صارت، الإنسان يكون أقرب هم إلى التعلم هم إلى العمل هم إلى التعليم. أما إذا محاسبة النفس ما صارت، الشيطان على قوته. وذكرت ذات مرة أن الله سبحانه وتعالى فيما أعلم، فيما سمعت وقرأت في الأحاديث طيلة حياتي، فد استثناء الله سبحانه وتعالى عنده وهو شهر رمضان. الشياطين مغلولة، الله غل الشياطين. هذا الشيطان اللي الآن اللي أنا دا أحكي وجنابك دا تستمع في نفس هذه اللحظة حسب صريح القرآن الكريم، يعني نقل القرآن الكريم من الشيطان. أنا هنا قاعد دا أحكي وجنابك هنا قاعد دا تستمع، الشيطان دا يدور حولي وحولك حتى يشوف من وين يقدر يصرعنا. ثم لآتينهم من بين أيديهم، من قدام ما صار ومن خلفهم ما صار، عن أيمانهم ما صار، عن شمائلهم وتالي صير. والله دا ينقل كلامه، ثم لا تجد، دا يخاطب الله، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم أنا أتغلب عليهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اللي مو بصراط الله خوهيج. الإمام الصادق صلوات الله عليه في الحديث الشريف قال لزرارة: يا زرارة، الشيطان تارك الآخرين، انشلب بيكم انتو، همه معكم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أكو طرق تؤدي إلى غير الله، طريق يؤدي إلى الأصنام، طريق يؤدي إلى الغريزة الجنسية، طريق يؤدي إلى الفلوس الحرام، طريق يؤدي إلى الرئاسة والسلطة، طريق يؤدي إلى الكذا، وطريق أكو يؤدي إلى الله. هذا شارع، اللي يمشي بهذا الشارع ويستمر يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. الشيطان يقول أنا قاعد بهالطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عد هذول اللي بهذا الطريق دا يمشون، أفتر حولهم أشو من وين أقدر أصرعهم، وتالي أكثرهم هم أصرعهم. الله سبحانه وتعالى ناقل إلنا بالقرآن، والله ما قايل ترى أنا أمنع ما أخلي، لا، يقول هذا الله خلق الشيطان للامتحان حتى يختبرنا. الله ليش خلق الشيطان أصلا؟ حتى يختبرنا، ولازم إيد الشيطان مفتوحة.
نعم، الله سبحانه وتعالى خلق لنا عقل، اللي العقل اقتضاء أقوى من الشيطان، ولكن واحد يهتدي بنور العقل، هذا المصباح يستفيد منه، هذا اللايت يعلقه يستفيد منه. ليش الله يغلقه الشيطان؟ هذا خلاف المصلحة اللي لأجلها خلق الله الشيطان، أما هذا خلاف المصلحة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان مسوي هذا الخلاف. ليش؟ لمصلحة أهم، وهي رأفته بعباده، رحمته لعباده. يا حنان يا منان، حنوه على عباده، منته على عباده. يقول الشياطين مغلولة، بس لا تفتحون أغلالهم. شنو يفتح أغلال الشيطان؟ المعاصي. يقولون فالخطيب على المنبر كان يقرأ هذا الخطبة وقرأ أنه الشياطين مغلولة، فاسألوا الله أن لا يسلطها عليكم. بعدين قال هذول اللي يعصون في شهر رمضان شلون؟ إذا الشياطين مغلولة شلون يعصون؟ فهو قال علق، هذا تعليق، تعليق جميل، مو يريد يفسر الحديث. قال أكو بعض الناس الشياطين من قبل شهر رمضان يكوكهم مال شهر كامل، حتى هو مغلول ما يقدر يسوي شيء. الشيطان يجي بعد شهر رمضان، يوم العيد يجي أو ليلة العيد يجي، عيد الفطر. لا لا، هذا مزاح مو هالشكل. حديث شريف أكو لابد ملاحظي، الحديث يقول الشيطان ما يقدر يفتح الباب المغلق، أنت لا تفتح الباب، لا تفتح صدرك للشيطان. الإنسان اللي باب حوشة مغلق إلا صيجي، إذا خلى باب الحوش نص الليل مفتوح وراح نام، هذا اللص اجى العتب عليه. ما اللص شغله اللصوصية، شغله سرق، عمله هذا وباب مفتوح، أنا ليش أخلي الباب مفتوح؟ هذا محاسبة النفس، كل بمقداره تنفعه في هذا المجال. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في هذا الشهر الكريم التوفيق أكثر وأكثر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علين إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علين إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. فألبس وجه الصلاة الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.